عمليا دائما وعلى هامش اجتماعه بعدد من ممثلي المجتمع المدني ولجان الأحياء والأسرة الإعلامية لولاية عنابة، أكد رئيس الأمن أن خلال شهر جانفي تم تقديم أزيد من 1470 مشتبه به تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، وتم هدم 444 بناية فوضوية كشفت عن وجود عدد كبير من المجرمين الذين يستغلون الأحياء الشعبية لممارسة نشاطاتهم المشبوهة. المزيد في ميكروفون عبد الناصر جلالة. ألف وأربعمائة وسبعين متهم قدموا العدد خلال غير شهر، هذا عدد هائل. احنا قلنا ما يكفيش هذا، لأن من حق المواطن نضمن له الأمن تاعو حتى ولا يكون في البيوت القصديرية. قمنا بتهديم 444 كوخ، وهذا يشير هدايا رقم يدل على إصرار المصلحة في محاربة البنات الفوضوية. 444 بناية، ولعلمك العملية هذه تمت بدون عملية إسكان.